أنتقل مشاهدينا بالمتابعة إلى سيادة اللواء أركان حرب أحمد يوسف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية، يعني أهم ما توقفت عنده في كلمة الرئيس في ختام الندوة التثقيفية اليوم. الحقيقة طبعا يعني الندوة كلها كانت ندوة يعني مليانة بالرسالات وبالقيم اللي المفروض كلنا يعني نضعها في الاعتبار. أول حاجة طبعا أنا يعني بصفتي كنت يعني ضابط صاعقة وقائد صاعقة سابق، لفت نظري جدا الفقرة الخاصة بالتكريم وتجسيد الرد الجميل للمجموعة اللي نفذت الكمين بتاع أبو عطوة. الحقيقة كانت لقطة مبهرة، وأعتقد أنها تبقى تمة بعد كده إن شاء الله في كل الندوات الثقافية. لفت نظري في كلمة السيد الرئيس طبعا وفي كل الفعاليات اللي كانت موجودة النهاردة هو موضوع الإرادة. الإرادة اللي بيتكلم عليها سيادة الرئيس هي دي اللي احنا مطلوبة حاليا في الفترة اللي احنا فيها، فترة بنمر بيها بأزمات على مستوى العالم كله، وغالبا طبعا هي ليها انعكاسات علينا، لكن موضوع الإرادة لو احنا كلنا كمصريين تحلينا بالإرادة واستحضرنا الإرادة اللي كانت في حرب 73 واللي حققت لنا الانتصار، أعتقد هنعدي وإن شاء الله هنروح للجمهورية الجديدة وإحنا بشكل وبمضمون وبدولة حديثة متطورة. لفت نظري أيضا يعني تأكيد الرئيس أكثر من مرة وكررها أكثر مرة في كلمته، وهو موضوع العمل ثم العمل ثم العمل. نعم، العمل الدؤوب. العمل الدؤوب، يعني العمل الدؤوب ده الرئيس لما بيأكد عليه، هو الموضوع مش موضوع شعارات ومش موضوع كلمات ومش موضوع خطط ومش موضوع ان احنا نقول حرب اكتوبر كانت عظيمه، مطلوب ان احنا نحيي هذه الذكرى، لكن الاهم في ان احنا نعمل بروح اكتوبر وباراده اكتوبر عشان نروح لجمهوريه جديده ان شاء الله، واحنا دوله حديثه ومتقدمه يضرب بها المثل ونموذج لدولة لها حضارة ولها تاريخ، تبقى قد الحضارة وقد التاريخ اللي هي يعني عصرته وطلع أجيال، والجيل الحالي والجيل القادم إن شاء الله يتحلوا بهذه الإرادة ونبقى قد الدنيا ونقتحم كل الصعاب اللي بتحيط بيها. في هذا السياق سيادة اللواء، كيف تلخص الرسائل التي أراد الرئيس اليوم أن يقوم بإيصالها إلى المواطن المصري؟ الرسائل طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك رسالة العمل الدؤوب دي، وإن احنا كلنا كشعب وكلنا كمصريين لابد أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وكل في مجاله أن يعمل عملا دؤوبا مخلصا وطنيا لصالح هذه الدولة. دي رسالة. الرسالة الثانية موضوع الشائعات وموضوع الأكاذيب اللي بتعطل المسيرة الوطنية للدولة دي يجب ألا نلتفت إليها، والرئيس بنفسه قال والله ما بتشغلني هذه الأكاذيب وهذه الشائعات، طالما إحنا إيد واحدة وطالما إحنا على قلب رجل واحد كل ما يحدث من أكاذيب ومن إشاعات ومن محاولات لزعزعة الثقة أعتقد أنها هيبقى مصيرها الفشل. يعني رسالات كثيرة الحقيقة ومشاعر وطنية كانت فياضة لكل الموجودين ولكل الحاضرين، التكريم الجميل اللي تم في الأبطال بتاع كمين أبو عطوة من رجال الصاعقة الأبطال وزوجاتهم، وقد ايه كانت زوجاتهم هم على المسرح والرئيس بيستقبلهم وبيوصلهم وبيكرمهم وبيصور معاهم، كلهم يعني زوجات واخوات لينا يعني ادوا رسالتهم في هذه الفتره الصعبه مع ازواجهم اللي هم ابطال هذا الكمين. يعني الحقيقه رسالات كثيره والمشاعر الوطنيه كانت فياضه في هذه الندوه، وانا بعتبرها من الندوات الناجحه جدا، وطبعا الشؤون المعنويه قامت بجهد رائع في هذه الندوه الحقيقه. يعني اشكرك جزيلا سياده اللواء اركان حرب احمد يوسف المستشار باكاديميه ناصر العسكريه.